بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، ارحب بكم وبحضرتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط العاشر للثنايا الابكار المهجنات. ترحيبنا بكل الشعارات والاسماء الحاضرة والمتواجدة مباشرة مع الصدارة ليتابع انطلاقة هيهات سالم بن سيب بن كليب، يقدم لنا شعار مع المركز الاول، بينما المركز الثاني القادمة المايدية محمد بن راشد بن نايع الغفلي هو الحاضر، بينما المركز الثالث القدوم والحضور أتابع القادمة والحاضرة أتابع الظبي حمد بن سهيل بن محمد العامري، يقدم لنا شعار المركز الرابع القادمة اليازي سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، يقدم لنا شعار المركز الخامس القادمة النصيبة فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي هو الحاضر، بينما المركز السادس أتابع القادمة والحاضرة الذهبية خليفة بن صالح بن خليفة بن راشد المهيري، والقادمة مع المركز السابع أتابع غارة 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 هي القادمة سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، يتقدم بو محمد مع غارة وانطلاقتها، بينما المركز الثامن القادمة منصورة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هو الحاضر، المركز التاسع النيادي وشعار قادم بكل قوة القاهرة قادمة أحمد بن سعيد بن عامر النيادي، مع المركز التاسع المركز العاشر أتابع غرايب محمد بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري هو القادم. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة. يا من تتابع أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار بن كليب يقدم هيهات 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 مع الصدارة ومع المركز الأول سالم بن سيب بن كليب، يقدم لنا انطلاقة هيهات مع المركز الأول ومع الصدارة، بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة المايدية محمد بن راشد بن نايع الغفلي يقدم لنا شعار المركز الثالث القدوم من الذهبية خليفة بن صالح بن خليفة بن راشد المهري هو القادم، المركز الرابع القدوم من النصيبة فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي هو الحاضر مع شعار وانطلاقة النصيبة، بينما المركز الخامس القدوم الحضور من اليازي سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي هو الحاضر، المركز الخامس القدوم من القاهرة هي القادمة أحمد بن سعيد بن عامر النيادية، يقدم قدم لنا شعاره والحضور أتابع منصوره خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، كذلك شعار بن حمودة قادم بكل قوة يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة طيبة، ولكن لنا عودة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى انطلاقة هيهات مع المركز الأول ومع الصدارة، ما زالت تسيطر على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. هيهات
هيات يا بن كليب هيات، يقدم لنا شعار مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول، ولكن القدوم والحضور من المايدية محمد بن راشد بن نايع الغفلي هو الحاضر، والقدوم مع المركز الثالث القادمة والحاضرة اليازي اليازي سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي هو الحاضر، المركز الرابع الذهبية خليفة بن صالح بن خليفة بن راشد المهيري يقدم لنا شعاره، والقدوم من بن رشيد وشعاره مع منصوره 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 مع المركز السادس هي القادمة، النيادي قادم مع القاهرة، والحضور أيضا من شعار بن كليب يقدم لنا اسم خطير، ميعاد هي القادمة، عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي، ولكن لنا عودة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط إلى هيهات هيهات يا بن كليب يقدم لنا شعار مع المركز الأول ومع هيهات مع الصدارة ومع المركز الأول، الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير هيهات مع المركز الأول في هذه اللحظات، سالم بن سيف بن سويلم الكتبي يقدم لنا شعار، بينما القادمة والحاضرة أوصلوها للطلايب أوصلت في هذه اللحظات وأحضرت المايدية محمد بن راشد بن نايع الغفلي، والمجازف قادم بن دري قادم بن حمود قادم، ولكن هيهات ما زالت مع الصدارة، المجازف قادم المجازف قادم مع نوف محمد بن عتيق بن زيتون، والقادمة أمجاد سالم بن أحمد بن دري الفلاحي هو الحاضر، بن دري مع أمجاد بن حمود قادم مع غرايب، ولكن المجازف المجازف صاحب التوقيت الأفضل في هذا الصباح يقدم لنا شعار مع نوف، نوف أم الثلاث الحروف طارت نوف مع المركز الأول ومع الصدارة، النقطة الثانية لهذا الشعار والرابعة لهذا الشعار، سلام إلى منازف سلام إلى منازف وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني متابعي كرام ميعاد عبد العزيز بن كليب الكتبي، المركز الثالث وصلت غرايب محمد بن فرج بن حموده الظاهري، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع متابعي كرام امجاد سالم بن احمد بن دري الفلاحي، والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس المايديه محمد بن راشد بن نايع الغفلي. اذا تهانينا والناموس لمالك نوف متابعنا كرام محمد بن عتيق بن زيتون. التوقيت الزمني 9:18 جزء وحيد من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت متابعنا كرام ميعاد بشعار بن كليب 9:20 جزء وحيد من الثانية، تهانينا والناموس. والمركز الثالث كانت غرايب بشعار بن حمودة 9:20 متابعنا الكرام 3 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس للجميع.